اليوم 16 فصل بطاقة استيعابية تزيد على 3500 طالب وطالبة بتكلفة تقريبية 51 مليون ونص ولله الحمد. تم إنشاء عدد 5 مبان تعليمية بتكلفة إجمالية تصل إلى 51 مليون ريال. التعليم هو صناعة المستقبل لأي وطن، ومن هنا فإن العناية بالمدرسة وبالمعلم وبالطالب من أجل خدمة الطالب والطالبة يعتبر أمر مهم جدا من جميع الزملاء والزميلات في قطاع التعليم.